السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، غادي نقول لكم اللي اول مره كتشوف قناتي، غنقول لك اختي معك هاجر من قناه ام ريان. كنتمنى من قلبي انك تشتركي معايا في القناه هكا باش دائما توصلي بالجديد ديالي. صراحه الى هذا الفيديو بالي الا طلع شويه، غادي نبقى نشارك معكم ديما بحال هكا فيديوهات، وغنديكم البلايص اللي فيهم الهميزات. صراحه كنعرف بزاف ديال المحلات، منهم الاواني والملابس وحتى الجلبات اللي كيديروا اثمنه جد مناسبه، وان شاء الله غنبقى نبارطاجيهم معكم. ملي كنحط الفيديو الصراحه وما كيطلعش، فكنعجز انني نوض ونخرج، بحكم راكم عارفين البنات عندي ولدي مازال صغير، يعني كنهزو يا اما كندي معايا يا اما كندي لماما، عاد كنمشي باش نصور لكم الفيديو. الناس اللي دايرين يوتيوب غادي يعرفوا ان هذا الشيء ماشي ساهل، يعني شي حاجه اللي هي صعيبه باش نقدر نصور لكم فيديو بحال هذا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا، هذا المحل هذا جا في حي مسجد، مقابل مع مدرسه الغزالي ديال الوليدات. البلاصه راني عطيتها لكم باينه، يعني اي واحد تسولوا على القريعه مالي البونج، من توصلوا تما تسولوا على مدرسه الغزالي ديال الوليدات. هذا المحل راه اونفاس معاها، راه باين جال الشارع، داير اثمنه جد مناسبه البنات. اثمنه كتبدا من 60 درهم، ماشي كتبدا، تقريبا كلشي داير ليه تخفيض ب 60 درهم الا بعض الكسيوات اللي داير ليهم 100 درهم 150 درهم، يعني هادو هما الاثمنه اللي عنده، ما كاينش شي حاجه اكثر من هاد الثمن. وبصراحه هاد المحل ديال الناس الدراوش اللي بغاو يكسيو وليداتهم باثمنه اللي هي مناسبه، يعني العيد هكا بنادم كيبغي يكسي وليداته. كاين ناس مساكن اللي ما عندهمش يعني الامكانيات، وعندهم ثلاثه وليدات اربعه وليدات وخصها كلهم الكسوه ديالهم، فهاد المحل هذا كيبيع بثمن مناسب، يعني 60 درهم البياسه، يعني كل وليد هكا يتقام عليكم ب 120 درهم، فهو ثمن اللي هو مناسب بزاف. كما كتشوفوا كاين سويت، كاين لي شوميز، كاين بزاف ديال الحويجات. كل حاجه كيف ما قلت لكم ب 60 درهم. كاين الكسيوات اللي داير ليهم ما بين 100 درهم حتى 150 درهم كاع الماكسيموم. المهم عنده هاد الكسيوه بحال هكا بالصاك ديالها ب 100 درهم يمكن، ولا ما عرفت 120. هاد السويت هذا ب 60 درهم. كاين ليغينز ديال البنيتات، المهم عنده اللي عجب المعجب. انا ما قدرتش نصور لكم كلشي بالديتاي باش ما يجيكمش الفيديو ممل. صافي، من بعد اختي صورت لكم هكا واحد الجوله عنده، ومن بعد رجعت للدار غادي نصوب معكم بايله ديال الحوت. كنا مشاهين ها الصراحه، وصوبتها تبارك الله جات غزاله، وقلت ضروري نتشاركها معكم. هنا خديت هنا كنوريكم بعد الروز اللي كنستعمل، غندير بسماتي هاد الماركه هادي. هنا شديته وغسلته وخديت المقله ديالي، درت فيها شويه ديال الزيت والزبده، درت فيهم بصيله مشلطه مع شويه الملح والبزار. هنا درت جوج زليف ديال الروز، عبرته باش الماء حتى هو كيكون معبور. بالنسبه للزلافه ديال الروز هي جوج زليفات ديال الماء. غسلت الروز ديالي وغادي نديرو هنا يتشحر في هاد البصله وفي هاد الزبيده مع شويه ديال الملح والابزار. من بعد غادي نزيد عليه انا خضيره، كتعجبني بالخضره هكا، درت شويه ديال الجبانه، شويه ديال خيزو. غادي ندير هنايا الفرخ اللي قطعته طريفات، عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج حتى هو مقطع هكا طريفات. هنا عندي شويه ديال السيبيا ولا الكراميل اللي عندكم ممكن تضيفوه. بالنسبه للكروفيت غادي نخليه حتى الاخر باش ما كيبغيش طياب بزاف وباش يجي منكه ليا البايله. هنا غناخذ واحد الزلافه وغادي ندير فيها الحشوه ديال يعني التخليطه ديال الحوت اللي كنعرفوها كاملين، يعني غنديروا فيها التوابل ديال الحوت، خرقوم، سكينجبير، الابزار، التحميره، الربيع والمعدنوس، الحامض والثومه بطبيعه الحال، واللي كيبغي الهريسه فيضيفها، راه كتعطي واحد اللذه خاصه فيها. انا تبارك الله مع الوليدات ما غيبغوش ياكلوها ليا، فما كنكثرهاش، يعني لذات كندير واحد النسبه اللي هي قليله ديال الحار. صافي، غادي نخلط هاد التوابل وضروري من الحامض. المهم الشرموله ديال الحوت راه كنا كنعرفو نديروها، انا هنا البنات غير كنتشارك معكم الطريقه ديالي. تبارك الله كيف ما كنعرفو البنات المغربيات راه كلشي حادق وكل واحد خيره في دارو، هنا غير كنتشارك معكم طريقتي وصافي. صافي، هنا خديت اللاطه ديال الفران مع المقله، ما قداتنيش، قلت غندير اللاطه ديال الفران باش تطيب في الفران مرحه. صافي، درت فيها كلشي، وهنا غنبدا نضيف في المرق. هذا المرق هذا ديال القشور ديال الكروفيت، هي باش مرقت. بالنسبه لجوج زليف كيف ما قلنا ديال الروز، غنديروا فيهم ربعه زليف ديال الماء. بصراحه انا ما كنعبرش، انا كندير عيني ميزاني. مغربيات كنا كنديروا عيننا ميزاننا، راه كلشي غنلقاهم بحالي.
صافي هنا غادي نحرك التوابل، ومن بعد ضروري نزيد واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم. حتى هي كتجيبها معلكه هاد الروز، كيجي معلك وبنين ومفرز على بعضياته، يعني الحب مفرز على اختها. صافي ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا، وهنا غندير كنور ديال الزعفران. حتى هو كيعطي واحد اللون زوين في البايله. الناس اللي غيقولوا لي غير صحي اختي، حنا مبليين الله يعفو علينا من هاد الله يعفو علينا منه. صافي هادشي اللي غادي نقول لكم. صافي هنا غنبدا نمرق وكنحرك، غنخليها تشحر غير واحد شويه فوق البوطه وغندخلها للفران. صافي كان هذه هي طريقتي انا في البايله، كنتمنى انها تعجبكم. ايوا هذا ما كان. دابا غادي ندوز اختي نتحتوا شويه، قولوا لي واش خيطتوا شي جلابات البنات ولا مازال. صراحة انا هذا العام ما خيطتش واحد الجلابه، كنت خديتها شحال هادي من واحد البرومو وما لبستهاش. صافي ما جابتهاش الظروف باش نلبسها وخبعتها، قلت غادي ان شاء الله نلبسها في العيد. صراحة باقا جديده وزوينه كانت. المهم انا عجبتني، وانا البنات ماشي من النوع اللي كيخرج بجلابه، يعني ما كنلبسش جلابه بزاف، فما كاينلاش يعني ما كاينلاش تبدير. غنمشي نحطها ونتزحم مع الخياطه وداكشي ما غيطلع لك كما بغيتي. فقلت المهم نقضي بهذه اللي انا شاريها طالعه، وان شاء الله ملي يفوت العيد نقدر نحط شي وحده هكا زعما نحطها على اتساع. حاجه وحده اللي خيطت البنات غادي نوريها لكم، غنبارطاجي معكم حتى الخياط اللي غادي يخيطوا ليا. واحد القفيطين ديتو عند واحد الخياط قديم، خياط الطفوله الصراحه ما شاء الله عليه، عنده الخياطه غزاله وحتى الثمن جد مناسب، وعنده الاتقان في الفصاله وفي الخياطه. ان شاء الله غادي نديكم معايا وغادي نوريكم الثوب اللي شريت. الثوب خديته من حي الفار هكا، واحد التويب ديال النمر. كنت مشهيه قفيطين ديال النمر باش نديرو تحت من الجلابه. الجلابه عندي في النوار، والقفطان في النمر، النمر بالبيج بلون كاسي وحتى النوار داخل فيه. مشيت شريته من حي الفرح بالثمن ديال 180 درهم. هذاك التوب خديته البنات حرير، يعني دار لاسوا، وان شاء الله غنديكم نوريكم التويب وغادي نوريكم الخياط حتى الفيديو الماجي، ونديكم معايا عند الخياط هكا اللي بغات تمشي تستافد، يعني تشوف خياطه ممتازه البنات، وحتى الثمن راه جد جد مناسب. ايوا صافي تجمعت معاكم. صافي اختي دخلت البايله ديالي طيبتها وخرجتها، دابا باقي ما كملتش الطياب 100%، مازال غنكمل ليها. انا غادي نزيد الكروفات وغنزيد هكا تزين على حسب كل واحد والمستطاع ديالو، كل واحد كيمشي على قد جيبو. صراحه انا هاد الحوت كنت خديته قبل من رمضان البنات، وكان رخيص في ديك الوقيته، كنت خديته بثمن رخيص بزاف الصراحه، من واحد السويقه هنا حدايا. البنات اللي كيعرفوا السوق ديال المعروف، هاد السوق هذا اللي حدا السونتر، عندهم ثمن مناسب في الحوت. كنت خديته غير ب 50 درهم يمكن، باش كنت خديت الكروفيت كنت خديته ب 50 درهم الكيلو، تبارك الله راه فيه ما يدار. صافي وخديت شويه شويه من الحاجه، وكنت بقاو عندي في الفريكو. دابا جبتهم قلت صافي الله ما نديرهم هكا في هاد البايله. كنت كندير بهم انا بسيط لاص ديال الحوت. ايوا دابا خصني تشهينا هاد البايله الصراحه مغذيه. صافي هذا هو الفطور ديالي، درت هكا فلفله. الناس اللي ما كيضرهمش المسران بحالي، ديروا اختي الفلفله طيبوها مع البايله راه كتجي زوينه. صافي ونزينوا اختي، نحلقوا شويه، راه راكم عارفين كنتشهاو وكنبغوا الحاجه تكون زوينه في الشوفه قبل ما ناكلوها، يعني فاش كنكونوا صايمين يعني الشوفه اكثر من يعني اكثر من المذاق. صافي من بعد ما طيبت خرجتهم من الفران، جات بنينه 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 والله القسم البنات، جات خطيره ومعلكه بزاف. وبالنسبه لدوك اللي كيشتاو ما جاو زوينين، هنا شوفوا حالتي راني خدامه في الكوزينه، راكم عارفين ملي كتوصل الوقيته ديال الفطور كيولي زرب زرب زرب. وصافي البيتزا حتى هي جات واعره بهاد الحشوه هادي، درت فيها غير الطون وزينتها بشويه ديال الكروفات. واللي كيش كيما شفتوا معايا عمرتهم بكفيته، جاو بنانين بزاف بزاف. ما بغيتش نعاود نشارك معكم لي ديتاي، راني ديما كنتشارك معكم نفس الحاجه. صافي هنا كنوريكم الرز ديالي كيفاش جا. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم ويكون نال استحسانكم الحباب، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد يكون ان شاء الله احسن من هذا. ان شاء الله الفيديو الجاي غنتشارك معكم مشترياتي اللي تقديت واحد المعينات. هكا كل مره كنخطف حويجه، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. داكشي غزال كيحمق الصراحه، انا فرحانه بهم. الناس كيشريو الذهب وحنا كنشريو المواعن.